انفعل النجم المصري تامر حسني أثناء حفل راقص على شخص معجب بالغ في الاقتراب من زوجته بسمة بوصيل ليقوم بتصويرها بأسلوب أزعج الفنان، وتداولت حسابات تخص بالنشر أخبار المشاهير مقطع فيديو يظهر قيام تامر حسني وزوجته بالرقص وسط عدد من الفتيات والشبان في حفل راقص، وفي وسط الأجواء اقترب من زوجته بسمة بوصيل شخص معجب ليقول له تامر ايه عايز تصور لوزها ولا ايه، وحاولت بسمة بوصيل استبعاد الحادث بالضحك لتقوم باحتضان زوجها الذي ظهر عليه الانزعاج بالرغم من محاولة اخفاء الامر، بينما كانت زوجة الفنان المصري تامر حسني ترقص مرتدية فستان اسود اللون كاشف منطقة الصدر، واعتبر النشطاء المعلقين على مقطع الفيديو ليقولوا ربما يكون تامر حسني انفعل على المصور نتيجة نظرته إلى فتحة فستان زوجته. وفي اغتصاب كشف الفنان أحمد السقا عن وجود زعل من تامر حسني بسبب موقف حدث في فيلم تامر الأخير الفلوس وأثر شخصيا ومهنيا على حياة السقا.